أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا في الوقت اللي بيستهدف فيه الاحتلال وسلطاته مناطق كل المناطق تقريبا يعني في الضفة الغربية وأيضا في كل فلسطين، لكن في ذات الوقت هناك دائما مقاومة بكل السبل بكل الطرق بكل الوسائل، دائما هناك تميز في هذا الصراع على إثبات الوجود على إثبات الحق والعدالة الفلسطينية. نتحدث عن فلسطينيان يفوزان بجائزة عالمية لكشف جرائم الاحتلال في مسافر يطا اللي هي أيضا يتم استهدافها بشكل ممنهج ومكثف من قبل قوات الاحتلال ومستوطنيه. نعم، في هذه الفقرة بنرحب بسامي الهريني الناشط الشباب الحقوقي وسميحة الهريني أيضا. يسعد صباحكم، توجدتونا من مسافر يطا، أول شيء الحمد لله على سلامتكم، يعطيكم ألف عافية وأهلا وسهلا فيكم معنا في رسالة الصباح. الله يسلمكم ويسعد صباحكم ويسعد صباح جميع السادة المشاهدين، ويسعد صباح أهلنا في لبنان الشرقية وفي بيتا وفي مسافر يطا الصامدين على أرض هذا الوطن. أهلا وسهلا فيكم. نعم. يعني مبارك لكم هذه الجائزة اللي هي فرونت لاين ديفندرز أو المدافعين في الصفوف الأولى اللي بنتحدث على مستوى الشرق المتوسط وأيضا شمال أفريقيا. يعني هذه جائزة عالمية ومهمة جدا. أنتوا أسستوا شباب صمود هذه المجموعة من العام 2017، احكوا لنا كيف أسستوها وأيضا ماذا تفعلون على الأرض من أجل مقاومة الاحتلال في المسافر. في البداية طبعا احنا أسسنا مجموعة شباب صمود في عام مثل ما ذكرتي في 2017. هي مجموعة بتعتمد على الجهد الشبابي في تنظيم حالة المقاومة الشعبية في مسافر يطا، من انه الشباب يكون لها الدور القيادي في قيادة هاي المرحلة. بالتالي احنا مع مجموعة صغيرة من النشطاء جمعنا حالنا شوية شباب وصبايا حتى انه فعلا ننطلق في نشاطات وفعاليات على الارض. هي كانت اساس اول نشاط انه كان هو نرمم المغر والكهوف في خربة صارورة المهجرة اللي هجرها الاحتلال في آخر التسعينات. بالتالي هي كانت أحد نشاطاتنا الرئيسية اللي إحنا نعيد الحياة لهذه القرية وكمان نشجع الناس اللي تهجرت من أرضها بسبب سياسات الاحتلال نترجع على أرضها كمان مرة. بالتالي هذا أحد النشاطات اللي إحنا يعني مستمرين فيه من 2017 اللي هو أساس ولادة المجموعة لليوم. كمان النشاطات الأخرى من خلال تنظيم المظاهرات والفعاليات الشبه أسبوعية في المنطقة، توثيق جرائم الاحتلال بشكل عام، الاعتداءات على الطلاب، مرافقة طلاب المدارس اللي بمروا خلال البؤر الاستيطانية، كل هاي النشاطات إحنا قائمين عليها. نعم سامي، بدي أنتقل لسميحة، وأنتوا إخوة ما شاء الله عنكم. سميحة، لما بنحكي عن التشاركية في موضوع النضال وأيضا المقاومة الشعبية، هاي التشاركية اللي أنتوا بلشتوا فيها كشباب كمقاومين وكأهل البلد اللي بكم تحموا هذا البلد بطريقة كمان يعني بتكون هي صورة الشعب الفلسطيني، وغدا هو اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يوم دولي عالمي، جائزة تزامن مع هذه المناسبة وأيضا حق فلسطين إحنا بنطالب عليه. بداية يسعد صباحكم، صباح جميع المشاهدين، بوجه صباحي للأسرانا ذواسل الأسراتنا خلف قضبان سجون الاحتلال. أول إشي زي ما تفضل سامي، إحنا مجموعة شبابية تكوننا من تقريبا من 2017 لهذا اليوم. انطلقنا من الكهوف من قلب مسافر يطا من قرية صارورة، انتقلنا الحمد لله وصلنا للعالمية، وهذا كان هدفنا من البداية كوننا شباب وصبايا القوة للمجتمع في مسافر يطا. احنا منعود لعائلة لها تاريخها المشرف في موضوعية المقاومة الشعبية في منطقة مسافر يطا، كونها اصلا منطقة لها تاريخها في موضوعية المقاومة. دور المرأة كان بشكل رئيسي دائما في الخط الاول في موضوعية الدفاع وموضوعية تشجيع سواء للرجال او الشباب في موضوعية المقاومة الشعبية. أنا شخصياً أخذت هذا القوة والإرادة لصنع التغيير عندنا في منطقة مسافر يطا من خلال ستي اللي هي يعني يتراوح عمرها بالثمانينات اللي هي أيقونة المقاومة الشعبية في منطقة مسافر يطا، وقررنا إحنا كشباب وصبايا نتبع خطاها في موضوعية المقاومة الشعبية كونها ضحت ولا زالت تضحي في كثير أمور بتتعلق في المقاومة الشعبية. نعم، هاي الرسالة المهمة جدا بالفعل، انه احنا بننقل هذه الشعلة، شعلة الصمود، شعلة التحدي، شعلة البقاء على الارض من اجدادنا الى اجيال متعاقبة. بدي احكي كيف تم ترشيحكم للجائزة، كيف مين اللي رشحكم، هل يعني كل التفاصيل المتعلقة فيها، كيف بيتم التقديم، كيف عرفوا عنكم، احكي لنا سامي.
طبعا الجائزه اللي فزنا فيها هي فرونت لاين ديفندرز اللي هي المدافعين في الخطوط الاماميه على مستوى العالم. التقديم كان على الاونلاين على الابلكيشن لهي المسابقه، ولكن احنا طبعا في قضيتنا احنا في الفرونت لاين ديفندر بتختص بموضوعيه اشخاص مدافعين عن حقوق الانسان. احنا قدمنا لهي المسابقه لهي الجائزه، ولكن احنا في تقديمنا لهي الجائزه احنا كنا بنمثل اشخاص، بنمثل المنطقه اللي احنا جايين منها، بنمثل حياه كل الفلسطينيين اللي بيعانوا يوميا من ظلم الاحتلال وبطش الاحتلال والانتهاكات اليوميه اللي بنتعرض لها. بالتالي الجائزه يعني كانت يعني تم الحديث خلال المؤتمر الصحفي عن كل التفاصيل اللي لها علاقه بالحياه اليوميه وجرائم الاحتلال ضدنا كفلسطينيين. بالتالي احنا لما شو راح تقدمين كمان هاي الجائزه، الجائزه هاي هي كمان راح تقدم هي منصه دوليه بحيث انه احنا نقدر نخاطب كل العالم والناصر ناصر العالم لقضيتنا الفلسطينيه. كمان الحمايه القانونيه راح يقدم لنا اياها هي مؤسسه الفرونت لاين ديفندرز، بالاضافه الى اكثر هي الفيزيبيليتي انه عندك وصولك لهي المنصه هو باعتباره اكبر جائزه. نعم، وهي هو احنا بنحكي الوصول الى هؤلاء او الى الاحرار في العالم، هذا مهم جدا من خلال كمان حشد هذه القوة. وكنا نحكي عن التوثيق من جانب اخر مع سميحه، لما احنا بنوثق هذه الصوره الحقيقيه، شاهدنا العديد من الفيديوهات من مسافر يطا انتم وثقتوها والعديد من الشبان، كمان هذا الشيء بيجذب كمان المتضامنين لهي المنطقه لتساعدكم في الدفاع عنها، وايضا ايصال الرساله الحقيقيه للعالم لنفضح كل ممارسات الاحتلال. طبعا احنا من نشاطاتنا اليوميه بمسافر يطا كشباب صمود اللي هي عمليه توثيق الانتهاكات اليوميه اللي بتصير من قبل المستوطنين وجنود الاحتلال في منطقه مسافر يطا، تمكننا من خلال هاي التوثيق اليومي اللي بنعمله من وضع مسافر يطا على الخارطة لحتى تكون يعني محطة انه نركز نصير مركز برضو في الساحة العالمية كمان. طبعا يعني احنا بنشاهد ومشاهدين على الشاشة هذا التوثيق اللي انتم قمتوا فيه كمجموعة من مسافر يطا، كمان الصبايا والشباب اللي واقفين كمان لحماية هاي الأراضي. كنا نحكي عن كمان مواسم زراعية وأيضا مزارعين ورعاة أغنام في المنطقة. سامي، كيف كمان أنه أنتم بتكونوا مكثفين تواجدكم ويكون في توزيع مهمات كل يوم يكون مجموعة من الشباب أيضا؟ نعم صحيح، لازم نكون نحن بالنسبة لترتيب برامجنا ونشاطاتنا اليومية بكون في الشباب مرتب برنامج اللي هي للمرافقة، بتوجه اثنين من الشباب مرافقة طلاب المدارس صباحا و كمان بعد انتهاء كمان من الدوام المدرسي، بالإضافة إلى وجود رعاة الأغنام اللي بيراعوا الأغنام وماشيين بقرب من المستوطنات المتعرضين كمان للاعتداءات. بالتالي كل هاي المرافقات مستمرة بالتواصل مع الناس وبيتم ترتيب الأشخاص اللي راح تنطلق النشاط قبل بيوم. نعم هذا مهم جدا كمان، يعني انتم تقريبا نحكي عن 30 شخص، يعني في مجموعه شباب صمود، وانا كمان لاحظت على صفحتكم على الفيسبوك بعنوان شباب صمود انه بتكتبوا بالانجليزي، احنا وهذا استثمار، انتم عم بتكملوا بعض، انت دارسه سميحه لغه انجليزيه وسامي دارس حقوق، فبالتالي احنا كمان عم نحكي عن استثمار طاقتنا من اجل تسليط الضوء على قضايا مش بس احنا بنحكي مع حالنا وانما ايضا مع العالم. قد ايه هذا كان كمان ساعد في وصولكم لكثير من الناس في الخارج او التعريف بما يجري في مسافر يطا؟ مهم جدا احنا اشتغلنا احيانا كمجموعه اللي نوصل صوتنا عالميا مش بس على مستوى الوطن، فاللغه كثير مهمه كانت لايصال الرساله بشكل مباشر من الناس اللي عايشين في هاي الواقع وهاي الحقيقه تحت ظلم الاحتلال الاسرائيلي صوتهم. احنا قررنا نكون صوت حالنا وصوت اهالينا في منطقه مسافر يطا وننقل الصوره زي ما هي، فاشتغلنا احيانا باللغه الانجليزيه والحمد لله تمكنا من انه ندخل على الساحه العالميه وفرض الانتهاكات اللي بتصير بلغتنا، يعني احنا نحكي بصوتنا مش نضطر حدا يترجم شو احنا بنحكي. لحتى فعليا انا كمان كان دوري بشكل رئيسي بمجموعه شباب صمود اللي هي تحفيز المراه وتمكين المراه في منطقه مسافر يطا، وركزنا كثير على كيف ممكن نعمل امباورينج وانه يعني انكارج وومنز يعني مشان تكون في اكثر دورها فعال وخصوصا في الانشطه المختلفه. في ناس بتواصلوا معاكم متضامنين اجانب، ايش المحتوى مثلا او رسائل طبيعه الرسائل اللي بتوصلكم؟ يعني في ناس مثلا بتحب تشارك او تدعم باي طريقه؟
طبعا احنا دائما يعني بنحكي للعالم كله اللي هي كل واحد بيقدر يعمل له شيء بسيط لمجرد الشير يعني المشاركه والريز اويرنس اللي هي انك تزيد الوعي عند الناس عن اللي احنا شو بنعيش شو بنمر يوميا في حياتنا شو بنتعرض له من انتهاكات. نعم سامي كمان انت ذكرت يعني حتى بصباحك الصبح صبحت على شباب بيتها وصبحت على شباب اللبن، قديش كمان مهم جدا اللقاء ما بين هذه المجموعات الشبابيه اللي كمان بتعزز موضوع المقاومه الشعبيه، انه يكون في كمان التكاثف هذا العمل الوطني المهم جدا، تناقل اخبار، تناقل ايضا خبرات، توزيع مهام، ممكن يكون كمان تشارك حشد، يعني زي ما شاهدنا قبل لحظات يعني مآذن اللبن كانت تناشد كل المنطقه المحيطه انهم يجوا يدافعوا عن هذه البلد. كل احترام يعني كمان مره يعني احنا بنوجه تحيتنا لاهلنا في لبنان وفي بيتها. طبعا احنا في النهايه احنا كفلسطينيين همنا هم واحد ومشكلتنا هي الوحيده والاساسيه هو الاحتلال اولا واخيرا، بالتالي هو بيتطلب منا دائما احنا نكثف الجهود نتضامن مع بعض نتضافر مع بعض لانه هو هذا الحل الوحيد انه وقفنا مع بعض حتى نقدر ان شاء الله ننهي هذا الاحتلال. بالتالي الشباب في بيتها اي المفروض احنا كلياتنا وفي شباب في لبنان احنا المفروض نلبي نداء هاي الشباب مباشره لما يتم نداء او من الشباب، لانه بالنسبه لنا احنا خلال تاريخنا يعني قمنا وعملنا عده شراكات ونشاطات مختلفه مع كل الشباب يعني في انحاء الوطن، واحنا كنا كمان جزء من حملات اساسيه اللي هي حمله فزعه وحمله ستنطل قريبا حمله دفع، كمان كل هاي الحملات احنا جزء فيها وكمان هي بتربطنا كمان على الارض مع كل الشباب على في كافة انحاء الوطن. فخورين فيكم ويعني عن جد لما بنشوف هاي الطاقة وهذا النجاح وهذا التميز بيكون عندنا دائما يعني امل كبير جدا بانه احنا اصحاب الارض انه احنا رح نرجع الارض بهذا الصمود وهذا التحدي وهاي الارادة، وكمان على يعني قديش احنا بنشتغل على حالنا على مستويات ثقافية وأكاديمية وتعليمية. شكرا لوجودكم معنا، كل التحية. سامي وسميحة شكرا لكم، أنتم كمان نموذج يحتذى به عالميا ومحليا، وتحياتنا كمان لجدتك أيقونة المقاومة، إن شاء الله الله يبارك فيكم يحميكم.